ما نعرف هذا، يسأل عن تلاوة القرآن على الموتى ما لها أصل هذا، وليتم القرآن الميت بعد ما يموت أو في القبر أو على الجنائز في القبر أو في الموتى، كل هذا لا أصل. يعني قراءة القرآن على الموتى في المقابر أو عند دفنه أو في الليلة التي مات فيها الناس يقرؤون عليها، هذا كله لا أصل ولا نعلم له أصل في الشريعة.